الحين الشباب مدلعي، عندي اختبار بفطر، عندنا شنو يسألون برا المسافرين، اللي يدرسون برا الطلبة يقول النهار طويل. أخي أهل البلد يصومون، صوم بعد، شو اللي منعك إنك تصوم يعني؟ فلا يجوز إنسان يتساهل في هذه القضية إن النهار طويل، إن الحر، إن عندي امتحان، ولا يجوز الفطر لأجل الامتحان، لا يجوز الفطر إلا عند العجز عن الصيام تعب. أما طالع من الليل ناوي إنه يفطر، لا ويفطر ويأجل الامتحان يصير؟ كلام فاضي هذا، ما يجوز. لابد أن ينوي الصيام من الليل، ثم إذا صار النهار وشعر بتعب وطاح وأغمي عليه أو يكاد أو كذا يفطر، هنا لا يكلف الله نفسه إلا وسعه. أما مجرد شعر بشيء من الجوع أو كذا يفطر، لا يجوز هذا.